صوما مقبولا وافطارا هنيئا مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد. يتجدد اللقاء معكم في امسياتنا وجولاتنا الرمضانيه اليوم في مدينه جبل النار مدينه نابلس، متواصلين معكم مع مؤسسه عمر بريك التجاريه، افتتاح الفرع الرابع في مدينه نابلس مقابل سوبر ماركت المتميزون. لا تنسوا عروضه المتواصله على مدار السنه بالاضافه الى الجوائز والهدايا اللي بتستناكم من مؤسسه عمر بريك التجاريه. اختصر عليكم المسافات، نابلس كانت تنزل على طول كرم عشان تشتري من عند مؤسسة عمر بريك التجارية، اليوم افتتح فرع رابع واختصر الطريق عليكم لأنه مؤسسة عمر بريك التجارية لضيافة ملكية. كونوا معنا في هاي الجولة من وراء الكاميرا براء عمر خباب الأسمر وعلى الجراد ومني أنا منتصر عناني. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم مع مؤسسة عمر بريك التجارية من مدينة نابلس لضيافة ملكية. خليكم معنا. احنا مع مؤسسة عمر بريك التجارية، الافتتاح هون جديد الفرع الرابع، احنا رايحين عليهم على فكرة طيب بلكي تروح عليهم بجائزة كمان، احسن توفر عليهم احسن رايح اشتري لاني رايح تشتري بدناش الفوز معناته وين طيب. جيب جاي اسمع هاي كمنا هذا سامعك عينها من طرف ذيلها شية يا ترى اني اللي عينها في طرف من طرف ذيلها عينها من يا بشارات عينها طرف ذيلها يا سيدي عينها من طرف ذيلها والله ما بعرف الارجيله الارجيله شيه الارجيله يا عيني عليك براو عليك شو اسمك سعد الشب كمل مشوار الجواب غلط كمل كمل يلا شو هات خيارات لا يا زلمه خيارات وموز وخيار بطلنا نبيعها بالعسب ايش لا تردش عليه تردش عليه تردش عليه كله غلط منك لك بس شيء غلط ولا تعال معي شراك عشان نقرب لك اياها مش انت بدك خيارات صحيح طيب هلا انت لما تلمزع البلوزي انت متجوز الابره معناته يا عيني عليك ما اروعك يا عيني عليك الحمد لله على السلامه لما قلنا له تلمزع البلوزي عرف انه الابري عينها بطرف ديلها مين هي الابري يا سلامي طيب هاي مؤسسه عمر بريك التجاريه مشاهدين مكملين معكم من هذه الأجواء الرائعة جدا في مدينة نابلس يعني أمسيات رائعة جدا ورمضان حلو جدا في مدينة نابلس في هالأضواء وهالحركة وبعدين يعني مع بدء العد التنازلي لوداع شهر رمضان المبارك وإحنا بنستقبل عيد الفطر السعيد كل عام وانتم بخير زي ما بقولوها بالبدوي قوطر يا مصر رمضان راح يا قوطر خلص قوطر طيب ما إحنا مع مؤسسة عمر بريك التجارية لضيافة ملكية في مدينة نابلس افتتاح الفرع الرابع مساء الخير مساء الفل عربنا على اهلك باسم عاصي باسم عاصي حسان المصري حسان المصري وانا منتصر العناني كيف رمضان معكم منيح الحمد لله ماشي بابا ماشي الحمد لله سالكي اه مصري منيح منيح لا لا ورغم الحراره بس منيح الجو حلو حلو والصيام حلو والله يا جماعه الخير طيب اسمع شايف البطيخه كلنا بنشوف بطيخه طب بقول لك ايش قد البطيخه شو اللي ايش قد البطيخه بطيخه بطيخه لا حول ولا قوة إلا بالله عاصي يا سيدي تجلطنيش تجلطكيش ايش يكد البطيخ شو يا مصري فطبول فطبول والله هي قريبة على الفطبول فعلا بس الفطبول بشطوه بس البطيخة بشطوهاش نذبحها نذبحها طيب يا غيره صعب طيب اوعى تقول لي بعرفوش يا عاصي هذا شو إلك والناس بتستعمله أكثر منك شو قلبي قلبي اخ يا كلبي يحرق ديخه الكلب شو بوجع بتألم وفي شغلات كثيره وبيحيي ذكريات كثيره اكيد اكيد صح يا سيدي مصبوط. طيب شو يا سيدي شو ايشي الك والناس بتستعمله اكثر منك شو اسمك انت قلت لي الاسم يا زلمه اسمي طيب ما شاء الله عليك ما شاء الله اعطوا لك قطها بث مباشر مستسجل يا جماعه عاصي هات يا ايه ما بعدك واقف استنى بالجواب خلاص جاوبوا الاسم والله انزل. انزل تعال في هبر في هبر عليك جيرة هاي من مؤسسة عمر بريك التجارية مؤسسة عمر بريك التجارية الفرع الرابع مدينة نابلس شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت المتميزون طيب عجوز إذا هزت خصرها بتتفكفك كل شعرها شي ايش عجوز عجوز حزيرة مش العجوز العجوز اختيارها عجوز اذا هزت خصرها بتفكفك شعرها شو العاصي ولا دول تعقدوا انا انت انا اللي تعقدت مش هم طيب
كم فرع لمؤسسة عمر بريك تجارية في طول كرم؟ أربعة، إيه أنا بعرف اللي هو كم واحد؟ طول كرم ثلاثة، أربعة، الرابع. هذا الرابع اللي الرابع. طب تعرف عناوين اللي في طول كرم؟ وين؟ أكذب عليك؟ ليش أكذب؟ ما بعرف. لا تكذبش، أهم شيء ما تكذبش. الفرع الأول شارع يافا، الفرع الثاني دوار شويكة، والفرع الثالث شارع باريس مجمع أبو حسيب التجاري. بالضبط. ماشي يا سيدي؟ كوني. آه حبيبي. أنا بهنيك لأنك ما عرفت تجاوب. ولك على راسك، وعشانك تعطيك جائزة لأنك ما جاوبت. ولك حبيبي. كيف أنا معك؟ ولك أنت وردة. هاي جائزتك من مؤسسة عمر بريك التجاري، بتروح تسلمها هلا، شو بتحكي له؟ كل عام وأنت بخير، رمضان كريم ينعاد عليك، صحة والعافية، وإن شاء الله الله يعطيك بالزيادة. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا مع مؤسسة عمر بريك التجارية لضيافة الملكية، افتتاح الفرع الرابع في مدينة نابلس، شارع رفيدة مقابل سوبر ماركت المتميزون، في جولة وأمسية رائعة جدا مع الوجوه الطيبة، واربحوا جوائز. مساء الخير. مساء الورد. كيفك؟ الحمد لله تمام. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. بس عشان تعرف إنه كلام غلط هالمثل الفلسطيني لما يقول لك الصديق وقت الضيق، باعوك على أقرب مفرق، شفت؟ هذا المثل مش مزبوط صح؟ مش مزبوط صح. شو اسمك؟ محمد القيسي. محمد القيسي، هاي مؤسسة عمر بريك التجارية، شايفها الجديد، الافتتاح الجديد. طيب اسمع، عجوز وإله بعبوز، شو هو؟ عجوز. ورطت صاروا يضحكوا عليك هذول. لا وحياة الله إلا أربعك بالغصب عنهم. عجوز وإله بعبوز. عجوز وإله بعبوز، شو هو؟ والله ما بس بريك. بريك؟ بريك بريك. بريك. أقسم بالله أنك رائع، أقسم بالله أنك رائع. هات بس الجواب غلط. بالله شو الجواب؟ الجواب لا لبريك. كيف رأيك؟ هاي من مؤسسة عمر بريك التجارية، هلا بإمكانك تسلمها، شو بتحكي له؟ شكرا لكم إلى الأمام. كل عام وأنت بخير. شو بدك تقول لزملائك؟ الصديق وقت الضيق. الصديق وقت الضيق. شكرا لك، تعال يلا شوف انت جاوبت بدنا واحد غيرك. اي انا 200 كاتبين هالعمر بريك يعني بيطلع. هلا بنخليك، هلا خليك نجيك. طيب هلا بنعطيك مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله تمام. شو اسمك؟ حمدي عكوبه. اهلا وسهلا فيك يا حمدي. حمدي كيف اجواء رمضان؟ والله الحمد لله، وان شاء الله بنعاد على الجميع بالخير والصحه والسلام ان شاء الله. احنا مع مؤسسة عمر بريك التجاري لضيافه الملكيه، افتتاح الفرع الرابع في مدينه نابلس اليوم. بنقول له ان شاء الله الله يجعل الف مبروك، ومنها لاكبر ان شاء الله، والله يتم معك خير ان شاء الله. طيب اسمع يا سيدي، شو اسمك كمان مره؟ حمدي عكوبه. حمدي. اربع حراميه شايلين طاقيه، مين هذول حراميه؟ اربع حراميه شايلين طاقيه، مين هذول يا ترى؟ اول مره هاي. اول مره هاي تخصص حراميه. هاي طاقيه ولا فيش طاقيه؟ هذول طاقيه. لا طاقيه واحده ولك. اربع حراميه ايش شايلين طاقية؟ الجو يعني كيف يعني؟ هذه حزيرة. يعني كيف؟ كيف والله؟ يعني كيف أربعة يحملوا طاقية؟ والله مصيبة هاي، صعبة. ايه مشتركين بسرعة واحدة. لا. طيب عكوبة خليك. خليني اسمع الأغنية اللي عند الزلمة هون. شوني هو كتبنا كلمتين. كلمات حلوة. ايش؟ أربع حرامية شايلين طاقية، خليها معك، استنى شوي. طبعاً بمناسبة افتتاح الفرع الرابع حبينا نحكي لهم كلمتين. نعم. بدك جودة ما تحتار، عمر بريك أفضل الخيار، دائماً مميز وبأقل الأسعار، المكسرات شو ما بدك وبتحتار، والقهوة عربية وزكاتها على أهدى نار، والهيل فيها موصوف لكل الأخيار، من طول كرم بدينا المشوار، واليوم بنحتفل بالفرع الرابع ولسه الخير لقدام. يا سلام، شو هالكلمات الرائعة جدا يا مؤسسة عمر بريك التجارية، شكرا لك وكل عام وانت بخير. بخير يا بس. ورمضان كريم. الله يخليك يا رب. طيب. ما اخذ جائزة. طبعا يعني بيطلع لنا تات، يعني اعطيناه جائزة بس بيستاهل كمان جائزة. الله يخليك. هاي من مؤسسة عمر بريك التجارية. تسلم. من الف مبروك يا الله، واحنا بنتمنى مزيد من الافراح في جميع الوطن. ومنكمل المشوار. واكيد بنكمل المشوار. أكيد. شكرا لك، شو يا عكوب بنرجع لك يا سيدي. والله ما اعطينا. اربع حراميه شايلين طاقيه، مين هذول يا سيدي؟ اعطيني اياهم. شو يا سيدي؟ هاي الطاوله اللي هاي بعشبه. ايوه. وسطح الطاوله اللي هي الطاقيه. لا شفناها عندنا. لا مش هي. شو يا سيدي؟ اربع حراميه شايلين طاقيه. طيب خليكم معنا، خلصنا احنا ولا لسه؟ خلصنا هنا يعني؟ طيب عارفين شو الاربع حراميه شايلين طاقيه شو يا جماعه؟ ايش؟ النملة؟ لا مش النملة يا باشا. عنكبوت؟ لا الغرفة. أربع حيطان وطاقية، هاي الجواب.
هاي حزيره فلسطينيه جماعه، احنا متخصصين في حزازير فلسطينيه. طيب مشاهدينا ومتابعينا تعالوا معنا، انتهينا معاكم في الجوله الجديده والمتميزه مع مؤسسه عمر بريك التجاريه لضيافه الملكيه من مدينه نابلس جبل النار، افتتاح الفرع الرابع مقابل سوبر ماركت المتميزون. مؤسسة عمر بريك التجارية، لا تنسوا عنوانكم، أسعار مميزة والامتداد لافتتاح الأفرع الأخرى إن شاء الله في الوطن الكبير دائما مع مؤسسة عمر بريك التجارية لضيافة الملكية. مشاهدينا ومتابعينا، اليوم كنا في احتفال خاص مع مؤسسة عمر بريك التجارية بافتتاح الفرع الرابع في مدينة نابلس مقابل سوبر ماركت المتميزون شارع رفيديا. لا تنسوا عروض المتواصل طيلة شهر رمضان وطيلة السنة كمان، دائما عنده عروض وجوائز وهدايا، وانتظر المفاجآت القادمة من مؤسسة عمر بريك التجارية لضيافة ملكية. طبعا لا تنسى فروعه الثلاث في مدينة طول كرم، شارع يافا، دوار شويكة، شارع باريس مجمع أبو حسيب التجاري، واليوم الفرع الرابع في مدينة نابلس جبل النار شارع رفيديا مقابل سوبر ماركت المتميزون. نشكركم مشاهدينا ومتابعينا على تواصلكم معنا، نبارك لمؤسسة عمر بريك التجارية الافتتاح الرابع في مدينة نابلس. نشكر زملائنا من وراء الكاميرا، براء عمر، علاء الجراد، خباب الأسمر، وعبود الزغلول، عبود الزغلول معنا. واليوم مني أنا تحية لكم ومباركة خاصة لمؤسسة عمر بريك التجارية من منتصر العناني لكم مشاهدينا ومتابعينا. صوما مقبولا وإفطارا هنيئا، إلى اللقاء.